اهلا بكم متابعي قناه عالم هباك رحب رح بكم فيديو جديد ان شاء الله ينال الإجابة ديالكم ويلقاكم في اتم الصحه والسلامه وانتم كتشاهدوه عدنا معكم مع مجموعة متميزة من أحدث الاختراعات والمنتجات والمستلزمات الذكية اللي ربما تشاهدوها معي لأول مرة على القناة فخليكم مع تتمة الفيديو إلى الآخر واللي أول مرة كشاهدنا فكيشرفني أنه ينضم إليها بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش تصلوا بكل ما هو جديد وحصري من أفكار ومنتجات جد مبتكرة مجموعة متميزة من أحدث الاختراعات والمنتوجات والمستلزمات الذكية لذا الضجة في الأسواق العالمية بالبيع ديالها فعلا عملية ومفيدة لكل سيدة فداخل المنزل ديالها كتساعدها على التنظيف وترتيب المنزل بطرق اللي سريعة سريعة وبدون أي عناء أو تعب منتوجات أيضا لمعظمها تلقوها في البلدان ديالكم فما عليكم إلا تقلبوا جيدا في المتاجر اللي كتكون متخصصة في بيع المنتوجات الانترنت اداة لتقشير الخضر والفواكه بطريقة اللي هي سريعة واللي كتهنيكم من الوقفة في المطبخ كذلك الطريقه ديال الاستخدام ديالهم سهله بزاف وامنه جدا منتجات باسعار اللي هي جد مناسبه والبعض منها تلقاوها غير في الاسواق العاديه القريبه منكم معنا هنايا هذا الجيكس اللي يساعدكم انكم تنظفوا هكا الترموسات والبيبغو بزاف ديال الاواني اللي كتكون صعيبه انكم تنظفوها باسفنجه اللي هي عاديه منتجات فعلا مفيده لكل سيده عندها ضيق الوقت عندها بزاف ديال المهام وكيكون صعيب عليها انها تقوم بتنظيف وترتيب المنزل ديالها منتوج ايضا لجد مهم بالنسبه للقنينات اللي كتكون بحجم كبير تقدروا تطبقوا بها الطريقه هذه وتخو المياه او مجموعه ديال السوائل بكل سهوله دخلوا ايضا على هذه الفكره هذه بالنسبه للحلال فيمكن لكم انكم تضعوا هذا المقبض اللي هو مقاوم للحراره فيمكن لكم ايضا تاخذوا فيهم جميع الوينات وجميع الاشكال لبحجم بحجم صغير كتجي مع هاد الأدات اللي أنكم تطبقو فيها نوعية ديال الصابون اللي غادي يناسبكم كتساعدكم هكذا على تنظيف سواء الجوارب والملابس الداخلية وبصفة عامة الملابس اللي كتكون بحجم صغير أما هنا إبريق اللي هو رائع اللي كيجيب كي المصفة دياله بالنسبة للزيوت ديال القلي فهو مفيد جدا وكذلك راكي توفر على جودة ممتازة اداه لتقطيع خضر والفواكه بطريقه اللي هي سهله بزاف واللي كتعطيكم ايضا تقطيعه اللي هي متساويه فايضا مجموعه كذلك ديال الافكار بالنسبه للمعجنات اداه اللي يمكن انواع ديال المعجنات كذلك اداه لتبسيطها بكل سهوله فهي ضد اللصق فمنتوج اللي هو جد مهم واللي ايضا غادي يكون عملي فمنتوجات وادوات مستلزمات جد مبتكره واللي معظمها ايضا غتكون موفره المساحه خصوصا المنازل الضيقه مبرات رائعه الخضر والفواكه بالنسبه يعني للمحبي بهذه الاشكال فشي حاجه اللي غادي تفيدكم بزاف ايضا هنا طاوله اللي هي قابلة للطي فيمكن لكم تاخدو فيها جميع اللوينات كما شفتوا معايا تقدروا انكم تطبقوها بحال هكذا اللقطه ديال الفيديو كذلك مجموعه ديال الاشياء بالنسبه للجليسا ديال المرحاض اللي كتهنيكم من البكتيريا والميكروبات وكذلك في نفس الوقت حتى من البروده فصل يعني الشتاء كما شفتوا معايا التنظيف ديالها ساهل بزاف وكذلك هنايا ملصقات رائعه واللي كتعطيكم واحد الديكور اللي هو جد متميز بالنسبه للمنزل ديالكم فيمكن لكم تاخذوا على حسب الويل اللي غادي يناسبكم بالنسبه للتطبيق ديالو سهل بزاف واي وايضا يمكن لكم تزولوه بكل سهوله يعني ما كيخليش نهائيا الاثر ومراه اللي هي ديتا الكاستر اللي يمكن لكم تاخذوا فيها مجموعه ديال الديكورات كذلك هنايا ملصقات رائعه بالنسبه للتجديد ديال الاثاث ديالكم او يمكن لكم تغيير الديكور باقل امكانيات فكينين بزاف ديال الأشكال وكينين أيضا اللي خرجوا بواحد الشكل اللي هو بتلات الأبعاد كذلك حتى بالنسبه يعني الرفوف فوق البوطاجي ملصقات ديال الارضيات او الجدران كذلك الاسقف حتى بالنسبه كاين نوعيه ديال الجلد كما شفتوا معايا فبزاف ديال الافكار على حسب كل احتياجات ديال سيدة في البيت ديالها معنا ايضا هنا منظمات مصنوعين من البلاستيك الممتاز بالنسبه لتنظيم وترتيب غرف النوم ديال الاطفال تقدروا تاخذوا فيهم جميع الوينات أداة تشكيل أنواع ديال المعجنات أو أكلات مختلفة كتعطيكم واحد الشكل اللي هو جد رائع واللي أكيد حتى الأطفال ديالكم تقدروا أنكم تحفزهم بهذه الطريقة هذه فمنتجات طبعا اللي كتستحق أن نأخذ عليها هذا الشرح كذلك هنايا اغطيه بالنسبه يعني للشاشه ديال التلفزيون كذلك مجموعه يعني ديال الاغطيه كاينين بزاف ديال الاشكال وهنايا هاد المساحه اللي هي ايضا غتفيدكم بزاف بالنسبه لتنظيف زجاج النوافذ من الامام ومن الخلف بطريقه ايضا اللي هي عبقريه كدور بواحد السهوله وايضا يمكن لكم انكم تزيدوا في الطول ديال العصا او تنقصوا كما معايا فمريحه جدا فمنتوج ايضا اللي هو اساسي وجد مهم أداة تشكيل الكفتة أو الأرز ومجموعة كذلك أشياء أخرى على شكل كرويات فمنتوج أيضا غيهنيكم بزاف ديال المتاعب كذلك هنا أداة لتبسيط الثومة وكتوفر أيضا على قطعة اللي كتعطيكم متساوية فمنتوجات فعلا حلم كل سيدة فينا أنها تحصل عليها توفر ليها الراحه كذلك التنظيف والترتيب بطرق اللي هي سهله بزاف ايضا هنا علقه كما لاحظتم معي علقه لانيقه جدا وتقدروا انكم تطبقوها سواء في المطبخ او في الدولاب كذلك في غرف النوم اي جزئيه حبيتو يعني على حسب الاحتياجات ديال كل سيده داخل البيت ديالها كيحاولوا انهم يعطيكم واحد الشرح اللي هو مفصل على كل منتوج والطريقه ديال الاستخدام ديالو وكذلك حتى الجوده شاهدوا ايضا هذا الاختراع الجد عبقري بالنسبه ايضا للشواء كما لاحظتم معايا كمية اللي هي كبيره واللي تقدروا انكم ايضا تفروا بزاف ديال المتاعب والوقت ديالكم ففعلا غتكون شي حاجه اللي هي جد مرضيه والنتيجه كما شفتوا معايا روعه فعلا وملصقات هنايا بالنسبه للنوافذ واللي كيحجبوا الرؤيه تقدروا تلصقوهم بهذه الطريقه هذه وتزولوهم بكل سهوله كذلك كاين النوعيه ديال الناموس او الباعود ايضا هنا اداه بسيطه جدا اللي يمكن لكم تبشروا فيها كدا الخضر والفواكه طريقة ايضا اللي سهله بزاف فمنتوجات بسيطه جدا ولكن جد مهمه في الحياه اليوميه مثل هذا المنتوج غتلقاوه غير في الاسواق العاديه وباثمنه اللي هي جد مناسبه يعني ما غالياش بزاف اشياء اللي كتهنيكم من الالتصاق نهائيا ما تحتاجوش نهائيا لا زيت ولا زبده فكما شفتوا معايا يمكن لكم تنظفوها وتعودوا الاستخدام ديالها ديكورات انيقه جدا تقدروا هكذا تطبقوا على حسب الشكل اللي يناسبكم فكذلك ما نساوش الاضاءه الرائعه اللي كتعطيكم جماليه داخل غرف النوم هنا شكيل على شكل الورود كاين بزاف ديال الاشكال ومنظمة اللي ايضا كتجمع جميع اللوازم ديال المهام اليومية هكذا يعني الزيوت طاقم التوابل فمجموعة ديال الاشياء فمنتوج رائع ولكي ايضا على الغطاء ديالو كذلك هنايا يا هات السجاد اللي مصنوع من سيليكون الممتاز قابل كذلك لامتصاص بامتياز بالنسبة للتنظيف ديالو فسهل بزاف تقدروا انكم تقصوا على حسب الشكيل ديالكم قابل للتثبيت فمنتجات وادوات ومستلزمات جد رائعه واللي مهتم بهذه التفاصيل فما لكم الا تنزلوا لي الاسم ديال المنتج او الدقيقه فين جا غنحاول اني نزل لكم جميع الروابط هكا يمكن لكم تدخلوا الصفحه او الموقع وطلبوا جميع هذه المنتوجات فكاينين يعني مواقع اللي هي ايضا رائجه وكبيره بزاف واللي فيها تخفيضات اللي هي جد مهمه مثل موقع علي بابا وموقع علي اكسبريس وكذلك موقع امازون ف بالنسبه لهاد يعني المواقع غتلقاو فيها بزاف ديال الاشياء مع ايضا منتوجات اللي هما بشحن مجاني وكذلك تخفيضات اللي هي جد مهمه و ايضا غتلقاوهم في البلدان ديالكم مثل المتاجر اللي كتكون متخصصه بين منتوجات الانترنت وفي الاسواق الكبرى هنا فكره اللي هي جد مبتكره بالنسبه لتوفير المساحه خصوصا اللي مهتم بالبناء فافكار اللي هي جد مناسبه واللي وصل معايا لهنا ما تنساونيش من لايك او اعجاب للفيديو تشجيعا لنا للمحتوى وكذلك بارطاجيو الفيديو مع حبابكم واصحابكم باش فائده كنشكركم بزاف ونتلاقاو فيديوهات مقبله باذن الله بافكار طبعا اللي هي جديده ومستلزمات اللي غتفيدنا في حياتنا اليوميه